وفي المغرب تم اليوم بالرباط التوقيع على مشروع المدينة الجامعية الذكية العرفان، والذي يندرج ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية، ويرمي إلى تشجيع الابتكار ودعم برامج العمل للطلبة والمحيط. ربورتاج عبد الحفيظ المنور والمولودي زندين. بفضل هذه الاتفاقية بين جامعة محمد الخامس بالرباط ومقاطعة أجدال الرياض، المدينة الجامعية العرفان ستنضم إلى صف المدن الذكية عبر العالم. المشروع سيجعل من الفضاء الجامعي مجالا للابتكار يعود بالنفع على محيط المؤسسات الجامعية. هذه الاتفاقية غتسمح لنا أننا يكون عندنا واحد الأرضية اللي هي رسمية باش يشتغلوا عليها الأساتذة اللي تحت الطلبة ديالنا، باش ينميو روح الابتكار وروح الاختراع عند الطلبه ديالنا. انفتحنا على جامعه محمد الخامس وعلى مختلف المعاهد المتواجده في هذا التراب لنستثمر في وعي الطالب ونوظف البحث العلمي في تطوير المجال الترابي ليصير مجال مستدام، مجال ذكي وفق المعايير الدولية، ومن ثم بعدها نطوره وفق ما يقتضيه البحوث العلمية. مشروع المدينة الجامعية الذكية العرفان والذي تم توقيعه يهدف كذلك إلى ضمان حكامة محلية ذكية قائمة على التدبير الإلكتروني والرفع من مستوى أنظمة النقل وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين ومنهم الطلبة. المدينة الذكية اللي غتتيح اولا فرصه للطلبه ديالنا الباحثين باش يمكنوا ينخرطوا في واحد المجموعه من المشاريع البحثيه من اجل تطوير هذا المشروع في المقاطعه، وكذلك المقاطعه كيمكن لها توضع رهن اشارات الطلبه الباحثين مجموعه من امكاناتها الماديه واللوجستيكيه باش يمكن نوصلوا لواحد مجموعه من المنتوجات المشتركه اللي كيستفد منها المواطن المغربي. المشروع يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول 2030، ومن بين مرتكزاته أيضا تشجيع الطالب على الابتكار والاستفادة من ذلك بما يخدم محيط المدينة الذكية التي تعد أكبر تجمع طلابي بالمغرب.